خلينا نروح لمنطقة رفحة وفيها قصة شاب سعودي حول هوايته إلى طبعا هو كان يحب يربي الصقور فحول هذه الهواية إلى مصدر دخل. عموما خلينا نطلع ونشوف تفاصيل هذا التقرير مع زميلنا حسام الشيحي. هواية للتسلية تدرجت بشغف ومتابعة ودعم لتصبح في هذا اليوم مصدر دخل إضافي لهذا الشاب. طبعا البداية كانت عام 2003 تقريبا بزراعة بعض البذور داخل حديقة البيت، وكان له تأثير كبير بعد ما شفت الإنتاج، وصراحة تحمست أنا بعد ما شفت الإنتاج بزراعة شتلات وأصناف عديدة، وتعلمت ولله الحمد طريقة الزراعة من ناحية التسميد والري ومكافحة الآفات الزراعية. تحولت الهواية إلى استثمار ولله الحمد بعد دعم الأهل والأصدقاء، مثل ما أنت شايف تم افتتاح المحل ولله الحمد في عام 2020، وصارت الحمد لله الناس تجينا ونقدم استشارات مجانية، وكذلك طرق العناية والاهتمام بالنباتات، وكذلك الاهتمام بزراعة النباتات المناسبة لأسوار المنازل والمناسبة للحدائق المنزلية، وكذلك النباتات الداخلية المناسب وضعها بأماكن الجلوس والصلاة. شارك هذا الشاب في مبادرات عديدة أبرزها مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف لرفع الغطاء النباتي والتقليل من انبعاثات الكربون. من منطلق مبادرة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السعودية الخضراء أن نشارك ولو بشيء بسيط من توزيع الشتلات البرية، وبتنسيق مع وزارة الزراعة بمحافظة رفحة تم ولله الحمد العام السابق توزيع عدد كبير من النباتات البرية، وقررنا هذا الموسم بالتنسيق مع وزارة الزراعة بمنطقة الحدود الشمالية أن يكون هناك مبادرة بتوزيع عدد كبير من النباتات البرية ورفع مستوى الزراعة والثقافة الزراعية. أفضل أوقات مناسبة للزراعة من نباتات برية أو نباتات مثمرة وكذلك نباتات السينة أو نباتات الظل مرحلتين بالسنة. طبعا المرحلة الأولى تبدأ من منتصف شهر 9 ميلادي إلى منتصف شهر 11 ميلادي، والمرحلة الثانية تبدأ من منتصف شهر 3 ميلادي إلى منتصف شهر 6 ميلادي. هذا المشروع الذي أتى بدعم الأصدقاء والأقرباء تحول إلى منشأة من أهم المنشآت التجارية في المنطقة بتقديمه العديد من المبادرات المجتمعية والتطوعية والتوعوية. لروتانا خليجية، حسام الشيحي، رفحة. الشكر الجزيل لزميلنا حسام الشيحي على هذا التقرير. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لكم.